غادي نتلاقى مع المدام ديالي، شافتني كنحسن الدراري وداك الشيء وكنتعامل مزيان مع بنادم و... السلام عليكم خوتي خواتاتي، هذه كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى من ربي ان شاء الله يفرج علينا ويبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله، باش نعيشوا الحياه ديالنا العاديه اللي كنا كنعيشوها. خوتي ملي وصلنا للباخره كبيره، طبعا عاودت لكم في الفيديو السابق، الحمد لله احنا كنا عندنا الزهر كما كنقولوا، الحمد لله ضربنا 6 سوايع من بعد ما جات الهليكوبتر وتبعات الباخره، هزونا عطونا الفوق في الباخره الفوق منا للشمس، ودوك الناس بزاف اللي مراض ولا اللي مثلا عيان ولا شي حاجه تداويه وكل شيء، وحنا كنا بزاف، راه ماشي احنا ماشي على 450 اللي كنا حنا، راه بزاف، راه كاينين مع هاد الشيء 6 الباخيرات ولا 6 الفلوكات، قصدي 6 الفلوكات لما عاد 7، عطاونا واحد الميكا باش تغطى، واحد الميكا راه بحال هذوك اللي كيغلفوا بها الكادو، بحالها كل واحد عطاو ميكا، كل واحد عطاو الميكا باش غادي يتغطى بالليل على البرد، المهم بالنهار الصهد الموت منك للشمس، وبالليل البرد ديال بصح، البرد ديال بصح، وكل ما كنزيدو نقربوا للبلاصه ديال الطاليان كل ما كنزيدوا البرد البرد البرد. المهم خوتي تعاملوا معنا الصراحه مزيان، عاملونا مزيان، داووا الدراري اللي مراد، كيعطيونا الماكله، والماكله اللي كيعطوك على باش نوضح لكم، الماكله اللي كيعطوك ما كتدخل لا طواليط لا والو، تقدر في 3 ايام تدخل مره واحده، كيعطوك تعطوك هذاك الشيء ما فهمتي في الدواء وداك الشيء باش تنعس صافي، كتبقى ناعس. كما قلت لكم داونا تمو غاديين بينا، وصلونا لامبادوزا، كنصحبهم غينزلونا، ما نزلوناش، غنزلو الدراري الاخرين، نص نزلوه ونص الاخر هو اللي منو انايا، حطونا في شي شيله، حطونا في واحد البلاصه عنصريين شويه ما كيتفاهموش. المهم حنا بغينا نخرجوا ما خلاوناش، حنا بربعه هذوك الربعه ما خلاوناش من الاول، بقاو ما عرفت كيفاش، مع الهليكوبتر مع صورتنا صافي، هما بقاو ضاربين لينا حسابنا، خلاونا حتى الشيشيلي، خلاونا حتى البلاصه ديال اللي فيها العنصريين وهذا. المهم مشينا معاهم ماشي مشكل، وصلنا لتما صافي، داروا لنا واحد الصف طويل، قالوا لنا تسينيو، حنا كنشوفو بنادم كيتغامز علينا وداك الشيء وما فهمناش، حنا كنسحبو هذاك الشيء راه عادي، ما كيتغامزو علينا وما ضربو لنا حساب باننا حنا هما اللي جايبين داك الشيء كامل، ومشكله شي وحدين من هذوك اللي عاوناهم حنا وداك الشيء، المهم فهمتي عاوناهم وداك الشيء ما خلاو ما خلينا ما درنا معاهم، في الاخر صبو فينا حنا اللي جايبين، واحد راه بغى يطلع الفوق فهمتيني، دابا كنا حنايا في الفلوكه بغى يطلع الفوق، قلنا لي راه ما يمكنش تطلع انت، قلنا لي راه طلعتي انت غادي يطلع كلش، وهذاك استقوم بيا بينا، قال لهم راه هادو اللي جايبين، وكون خلينا كلشي يطلع كون تقلبنا في البحر. المهم هذا بين قوسين، المهم وصلنا سميتو عليه، وصلنا للبلاصه ديال فين كتوقف الباخره، باخره راه كبير فين كتوقف في المرسى، نزلونا قالوا لنا تسينيو، قلنا لهم ما نسينيوش، قال انا حنا مبغيش نبقاو في الطالين نسينيوش، اوا ما بغيتوش تسينيو واخا اجي لهنا، دخلونا داونا لواحد الكونتينر، ما نكذبش عليكم كونتينر، قلبونا من مخل، قلبونا انت تعرف شنو قلبونا، قلبوك ديال بصح، يعني وخا تكون مخبي اي حاجه غادي يجبدوها من عندك، انا لقاو عندي 1,050,000 ريال، كنت في جامعة من ليبيا باش زعما كاينه نمشي بها نوصل بها لالمان وكذا، الطريق باش ناكل باش ما نبقاش جيعان وكذا، وغادي بها زعما كاينه غادي غادي بها زعماك ريزيرف باش ما نتحنسر لا في ماكله لا في شراب لا والو، انا الصديق ديالي حيدوها لينا، وقلنا لهم علاش تحيدوها لنا وما يعطيونا ورقه، قالوا لنا ملي غادي تخرجوا غنعطيوها لكم،
صافي حنا راه كنصعبوا راسنا غادي غير شي يومين وغنخرج. صافي صدقوا غاديين بينا بمحكمه، القاضي قال لهم بلاتي نحقوا معاهم وكذا، وخلونا في واحد المحكمه لتحت. بقينا تماك شي شهر وصرف، وحنا تما شي شهر وعشرين يوم وحنا تماك معذبين تما. هذا علاش كنصح انا بنادم الا بغى يمشي، كاينين بزاف ديال الطرق. مازال غادي ندير لكم شي فيديوهات ديال غادي تجي بالطياره الله، يعني ما غاديش تضرب تمارة ولا شي حاجه، غادي شويه شويه الصرف وشويه القوالب انت في الالمان خدام على راسك، حيت الالمان ديما كتبغي الناس، كتبغي بنادم اللي كيخدم، كتبغي اي واحد كيبغي يخدم كيجي للالمان كيخدم اي حاجه. كاينين بزاف ديال الشركات باغين بنادم، وما عرفتش من مراد الازمه اش غادي يكون، ولكن انا كنتمنى غادي يكون الخير ان شاء الله، حيت المانيا راه دوله عظمى، راه ماشي شي دوله اللي غادي اثر فيها شهرين ديال كورونا ولا 3 شهور ديال كورونا. المهم المهم بقينا تماك، وصدق الصديق ديالي كان معنا واحد الصديق ديالي ديالنا، المهم هو اللي جا عنده خوه المهم دار لي محامي وكلشي. خرجنا من بعد ما تكرفسنا مزيان، كنا بعدا غنغبروا، كنا غنضربوا شي 30 عام ولا شي حاجه. كون ما جاش داك خو داك الدري الصحراوي كنا غادي نمشيو فيها ديال بصح، كانوا غيسبوا فينا. صافي تبتين علينا التهمه بالكاميرا ديال الهليكوبتر اللي صورتنا بكلشي، يعني متبتين عليك انت اللي ديرو. صافي المهم اللي تمينا خارجين انا فرحان، صافي غنخرجوا اليوم غناخذ فلوسي غنمشيو غنتحنسروش غنمشيو غنقطعو غادي نتمو غادي زوين نشريو شي حويجات الماكله كدا. كنتفاجئ بهذوك الطاليانيين المافيوزيين قالوا لنا لا انا نعطيكم واحد، انا نعطيكم هاد الورقه هادي هي اللي غادي بانكم راك الفلوس، وما راه ضربهم في الجيب، راه فهمتيني الطاليانيين هما خطاه، ضربوهم في الجيب دوك الفلوس، ما صافي ما تسوقوش لينا حنايا باش غادي ناكلو ولا نشربو. صافي مشينا خرجنا تمينا غاديين. صافي المهم ملي كتوصل لاوروبا، شي ملي كتوصل لاوروبا ما كتبقاش تخاف. صافي مشينا تمينا غاديين، بدينا كنتواصلوا مع الدار، عيطنا للدار فرحناهم وديك الشيء كله فرح الدار ديالهم. تمينا غاديين مشينا للدري، واحد الدري كان معانا ابراهيم. صافي مشى عند خوه ولا ما تعد من مشى، ومشى مابقاش معانا، بقيت انا وعماد داك الدري اللي خرجنا داك الصحراوي تا هو مشى مع خوه في السبليون، راه دابا كاين في السبليون تاعي. المهم السيد كله دبر على راسو، حنا بقينا غادي انا والصديق ديالي عماد، خويا عماد بقيت انا وياه غاديين. صافي وصلنا لروما، من روما لميلان، المهم درنا انا ما عرفتش ما بقيتش عاقل شنو هي المدينه اللي مشينا لها الاولى. المهم مشينا عند واحد السيد من العائله ديالنا، كانوا عيطوا ليه الدار قالوا لي راه كاين حسن تما واش تقدر تعاون معاه ولا هذا. مسكين قال لهم ماشي مشكل نعاونوه وكذا، وهادي هو دابا ما ساكنش في الدار ديالو، هو دابا كيبيع ويشري على برا، فهمت كيبيع ويشري على برا. الدار ديالو مسدوده في واحد القنت، وهو كيسكن عارف القيطون باش كيبيع ويشري وديك الشيء، تيدبر على راسو تيبيع داك الشيء في البحر وديك الشيء، بحال هذوك الدراري اللي عندنا في البحر كيبيعوا البيني ولا شي لعيبه، هما كيبيعوا مثلا سويكات صغار لعيبات.